يقول: إذا لقي العبد ربه يوم القيامة وقد ابتلي بالشرك الأصغر، فهل يكون جزاؤه أنه تحت المشيئة كسائر الكبائر، أم لا بد أن يعذب بالنار وأن يدخلها؟ والظاهر أنه يعذب بالنار لكن لا يخلد فيها. الظاهر أنه يعذب، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ولكنه ليس كعذاب المشرك الشرك الأكبر، لا يخلد في النار، وقد ترجح حسناته فلا يعذب، يدخل في المغفرة. نعم.